والصلاة والسلام على رسول الله. كراكم البنات راه تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم النبتة هذه، يعني من نوع العصاريات، هي من نوع الكلانشو على شكل وردة. البنات اليوم بغيت نوري لكم باش نقلوها من البولوبو، يعني من الأسيس الأسيس. البنات هي شوفوا وين راح، هنايا هنايا هي في بو هذا، لازم نبدلها في هذا. قبل كل شيء البنات انا عبرت دوك البنات انا عبرت تسمحوا لي البنات انا عبرت البو هذا مع هذا، قلت طراب كيف كيف بلا ما نزيد طراب لهنايا البنات. وهنايا وخاصة قبل ما نبداو ثانيا الاخر نبدلو البنات، بغيت نقول لكم باللي الطراب لازم يكون ناشف. انا دخلته للدار، دخلته بسكو هذا يجي لداخل ويجي برا، يعني ماشي غير في الحديقة ولا هو اللي بغي يكبروا بزاف يديروا في الحديقه، ويقولوا ديري على حساب البو تاعك دخليه في البو وديري في البالكون في الدار ولا عند التاق. المهم سميشا هو يحتمل كل شيء البنات، ما ماشي غير يعني سميشا ولا. هنا شوفوا خليت له التراب هنايا ناشف البنات، ها شوف هذيك، شوفوا هذا الشجره هذه طوالت، انا لازم ندخلها حتى لهنا. مش دوك ما على باليش اسكو تجيني هنايا ولا انا، المهم الطراب ما نزيدش طراب اسكو كاين طراب هنايا بزياده. هنايا بدا البنات نحل فيه، استنى نشوفوا راني حاطه المقص البنات تسمحوا لي نسيت وين حطيت المقص، دوك راح نجيب المقص ونجي. هنا البنات راني جبت لهم قص، ها شوف هنايا نبداو نقصو فيه غير بشويه باش ما تعفنوش، بالطبق نبداو تقطعو فيه من هنا حتى توصل لتحت. انا قطعتو ديجا، ها غير بشويه. انا ندير لكم على حساب وحده اللي تكون مبتدئه البنات باش تفهموني، يعني وحدة كتكون الاخرى ما تحطش من الموطا باش تحطها كامل كامل هكا ونبدا. شوف باش نخرجوها، يعني نخرجوها بهذا الطلب تاعها تعمل تشوفوا هنايا باش نشوفوها. شوف البنات تزير عليها العروق تاعها، حبسوا شوف شوفوا شوفوا كيفاش نخرجها كامل. على هكاك نقول لكم دائما ما تشمخوهاش البنات. انا دوكا كراني دارت لها هكا، جات زعما هذا جا عريض على هذا، كيفاش نديرو دوك البنات نبداو. شوف حصل عطاش طبعت، واش نديرو شوفو هذا كامل ماهوش خرج. باش البو يدخل على هكا قلت لكم منديروش طراب بزاف باسكو عليه فيه يعني زيادة عليه. نطبعو دوك البنات هنايا شنديرها، نبداو نعمرو في هادو الفراغات. شوف شوفوا البنات ما تقولوش بلي هذا راه عروق ولا لا، لا ها بسكو هي عروق بصح ميتين، ها تخافوش عليها. تبعو غير بشويه، ها
كتلنا كتلنا تربه مشمخه ما يبانش. شوف خلو هكا كي البنات كيتشمخوها تقدروا ديروا لها هكذا شويه ونزيدوا لها شويه التراب لهنا. انا مانيش باغيه نخدم بها وجه مشمخه. شوف دوكا اش نديرو نسقوها. نسقوهاش بزاف باسكو كاين البرد البنات كاين ما كاش سخانه يعني كاين البرد على هكاك. واللي انا يعني حبيت نديرها غير في بوكي مع هذا، واللي يحب يديرها في اكبر من هذا يوصل الطراب حتى لهنا البنات. ها حتى لهنا شوف ورايت هنا يعني نغرقوها كامل. انا ولا قدرت نطبحها يعني كي تكون ولا كي تتشمخ مليح البنات كي تشمخ يهبط الطراب لتحت نعاودو نطبعوها باسكو تولي تمشي تولي خفيفه تولي تمشي. ها شوفوا كتشوفوا فيها كراهي تهز هكذا يعني بصح انا ما حبي انا ما حبيتهاش سجره. كي حبيتها سجره لازم نخليها هكذا هكذايا ونطبع. مانيش باغي البنات هنا الاخر باسكو راني دايره كارثه هنايا بالطراب كيخبط خبط يتخلط لي شويه ماء مع شويه طراب في الارض. شوف فوالا هادشي درت كارثه دوك نعاود كامل نشف. البنات ومتابعيني حباباتي حبيت نقول لكم عيد مبارك، يعني ماشي عيد مبارك صح، عيدكم لكل كل مراه كل بنت كل مخطوبه كل يعني عيد المراه. عيد المراه هذا لي انا ما نكذبش عليكم انا ما خاطيني في هذا الصوالح هذو معليش بصح ما قلت معليش كاين اللي يحب نعيدوا عليه. بالصحة والهنا ان شاء الله كل عام وانتم بخير. هذه هي. والبنات كاين بزاف اللي راكم تسقسوا فيا على الزجروكه دوك البنات. انا قلت لكم نبداو من دوكا باسكو رانا دخلنا في مارس وراه البرد راه الشتاء طيح كي راه الشتاء طيح. اغتنموا الفرصه وبداو ديروا كثروا من غريس وكثروا باسكو علاه مادام كاين البرد غير تجي سخانه ما تطيبوش تنقلوا النبته تاعكم ولا يعني ديروا كاش حاجه اي حاجه زعما نغرسوها. قليل من النباتات اللي من مارس لهي تاع مارس ابريل ماي هادو باش نديروهم ان شاء الله. حنا دوكا نخدموا غير مع تاع مارس ان شاء الله باش نديروا تكاثر منهم ونديروا زريعات ديروا باسكو على اغلبيه تاع اللي من مارس الفوق غير تاع البيوت بلاستيكيه يعني باش نديرو في البيوت. اغلبيه ما يعرفوش بيوت بلاستيكيه كيفاش نديروهم. وانا ما نخدمش بهم البنات بزاف يعني نخدموهم فيهم اللي عندهم قطعه ارض كبيره ولا على هكاك نخدمو حنايا قد روحنا يعني نجيب نبته ونهضر لكم عليها. هذه هي البنات. وما تنساوش البنات الدعمي يعني اللي مازال ما اشتركتش تشارك واللي مشتركه يعني دعمنا غير بلايك البنات يعني ما نتبعوش حنايا ما كاش ما يحبش الكوزينه ما نكذبش عليكم كاع نحبوا الكوزينه ندخلوا ليها نطيبوا وكاع بصح ثاني نهتموا بالنباتات يعني ما اللي راهم يطيبوا راهم يورونا النباتات كامل يعني ما كاش طيب وتهتم بالنبته تاعها. هذه هي البنات وان شاء الله ما نكونش كثرت عليكم. ما تنساوش لايكات البنات لايك ثم لايك البنات الله يفتح عليكم الله يفرحكم ان شاء الله وان شاء الله تكونوا بخير والله ما بلغنا رمضان يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.